غانم يا هلا يا هلا يا هلا عمو والله خير الصحة كيف حالك؟ شلونك؟ كيف صحتك؟ الله يخليك يا الله ها؟ خير ان شاء الله صاير ايش فيك؟ ها؟ سلامتك عمي مو صاير للخير ان شاء الله وانا بسمع الخير هذا منك قول الحقيقة يا عمي انا جاي اطلب ايد بنتك نورة أقول لك يعني لا تقول شيء يا عمي حط يدك بيدي وقول لي مبروك خلي الفرحة تترس الديرة والباب يشتغل والطيران ترنع يعني أنت مذهب كل شيء بس وأنا أبوك العيلة ترى هي بزينة الركادة هي الزينة أمي الله يرحمها يا عمي كانت تقول للركادة زينة إلا الزواج والزواج خير وخير البر عاجله يا عمي الا اذا انت شايف ان انا ماني كفو او ماني مناسب حق نوره هذا شيء ثاني بعد لا يا ولدي لا يا غانم لا تقول كذيبه انا اعرفك اعرفك من زمان واعرف اهلك بعد عيل خلاص يا عمي الحمد لله انا اشتغل معاك من 15 سنه وانت تعرفني فما في داعي بعد تسال عني بعدين لا تنسى ان انا وياك بنينا الشركه على شتوفنا وش كثر ياتني جاتني عروض من شركات ثانية وكلها أرفضها وأقول لا لا يمكن أترك عمي أبو عبد الله وانت تدري ليش لأني أعزك وأحبك إلا إذا أنت يا عمي ما تعزني بعد ولا تحبني المهم شعور نورة يا غانم يا ولدي لأن نورة هي اللي بتتزوج ولا تنسى أنها مطلقة مو كذي يعني قصدي هذا قصدك يا عمي ما يخالف أنا موافق وبعدين يا عمي الطلاق مو عيب وشي عادي لا مو هذا قصدي يا غانم مو هذا قصدي قصدي ان نورة متعلمة ودارسة وعندها شهادات وانت ابوك همانة عندي شهادة يا عمي ولا هالايام الشهادة المتوسطة مو معترف فيها بعدين لا تنسى يا عمي ان خبرتي بالسوق كبيرة وخبرتي زائد شهادة نورة نسوي المستحيل نكتسح السوق كله بس انت وافق يا عمي وافق وقول لي مبروك وخلي الباجي علي نورة ما عليك منها انا اقنعها يعني ما قلتي لي رايك يا نورة رايي انت عارفه يبا انا بالنسبه لغانم الكنز والثروه والجاه والسلم اللي بيوصله للشركه والفلوس هذا شيء ثاني ان انا ما فكرت بالزواج ولو فكرت ما راح افكر بغانم انا معاك يا نورة ان غانم ما يناسبك لكن ايش تسوي هذا انا صحتي قاعد تردى يوم عن يوم يا ابوك يبا الله يهداك هذا الحكي اللي ما احب اسمعه اي بس احب اتطمن عليك قبل لا يصير لي اي شيء وانت عارفه وشايفه هالناس اطماعهم ناس يبا ذيابه انت لو انك كمل يبا كمل هذه ما هي اول مره تقولها طول عمرك اتمنى ان يكون اسمي احمد ولا ناصر ولا سليمان بدل نورة طول عمرك اتمنى اني اكون ولد بدل بنت يا ما سمعتك كنت تقولها للناس وكنت تتألم وايد بس أنا بفهم الرجال شي يزيد عني فيه أنت فهمتيني غلط يا نورة هذا الكلام يوم أنك صغيرة لكن الحين لا يبا أنا من اللي غيرك أبوك لا يا يبا لا لو كان كلامك صحيح أنت شان ما خفت علي لهالدرجة أنت شان وثقت فيني على الأقل لكن إن شاء الله الأيام تثبت لك عكس الكلام اللي أنت قاعد تقول أنا رايحة داري أرتاح لأني تعبانة شوي والأكل يبا شكراً شبعت ماجد ما تاكل يا اخوي ايش فيك ما تاكل يا الله يهداك يا ناصر وانا شو اسوي الحين بصراحه مو قاعد تاكل عدل اللقمه يلا خمس دقائق توصل حلجك عدل اخاف مستحي خير ايش يستحي منه هذا انت اخته وانا راي الاخته والبيت يا اخوي كله لك باللي فيه عفا عليك الله يسلمك يا ناصر
بصراحة إذا أنا مستحي شوية كلامك هذا يخليني استحي أكثر. بس على كل حال ليلى تعرف طبعي، حتى بالبيت أنا ما أكل، أكلي خفيف. خلى على راحته. إلا ما قلت لي يا ماجد، إيش أخبارك ويا الشغل؟ والله الحمد لله. العم أبو عبد الله ما قصر، كل شيء تمام. ما تكمل كلامك. قول له عن المديرة ومعاملتها، كمل كلامك. إيه. أنا للحين بصراحة ما بيني وبينها أي شيء ولا احتكيت معاها. لكن اللي أشوفه وسمعته من الموظفين خلاني أحس إنها عنيفة وعصبية وشخصيتها مسيطرة أكثر من اللازم. ماكو شيء من غير سبب. على العموم أنت عاملها معاملة عادية جدا، لكن إذا شفتها تطاولت عليك وطولت لسانها لا تسكت لها، تقدر تشتغل بأي محل ثاني، عرفت؟ أهم شيء كرامة الإنسان. قاعد طالع بالساعة وتطل برا ما يسوي سواتك إلا اللي ينطرحك. أنا لو الله يفكني من لسانك كان أنا بخير. يا بنت الناس يوزي، إيش حقة تراقبيني؟ إيش عليك مني؟ إيش تبين فيني؟ قاعدي مديريات. الظاهر انك بديت تلعب لعبة خطرة يا غانم. صباح الخير. صباح الخير. تفضلي. تحبين تشربين القهوة اول ولا تشوفين المناقصة؟ قهوتي اشربها بروحي، والمناقصة قلت لك رايي فيها البارح. وانا ايضا اقتنعت برايك 100%. علشان كذي سهرت عليها طول الليل وعدلتها حسب توجيهاتك. يا سلام. امس كنت متمسك برايك، شو اللي تغير اليوم؟ الحقيقه انتي، كلامك وتفكيرك هم اللي سيطروا علي، خلوني اراجع نفسي، لقيت اني غلطان. بعدين اللي تقولينه انتي هو الصح واللي تنفذينه عدل، انا شلون كنت عارض شلون ما ادري. عندك شيء ثاني بتقوله؟ يا ليت اقدر اقول كل اللي بنفسي، يا ليت. لا مو انت قلت اللي بنفسك لابوي وهو قال لي. يعني قال لك اني طلبت ايدك ومستعيل على الزواج؟ وانا هم بعد مستعيل. ها؟ يعني موافقه؟ الباب مفتوح مو كذي؟ اي اسكه؟ وراك. اطلع برا ولا ابي اشوف رقعه وجهك مره ثانيه، وياني وياك تدخل مكتبي برا! ما ربيتك عدل انت وامثالك اللي ما تستحي على وجهك. شفي غانم عسى ما شر. سلامتك، ما فيني شيء. ايش قالت لك نوره بخصوص المناقصه؟ والله يرحم والديك انا جات سكتين، ترى مالي خلقك. اعصابك. الظاهر نورة مزالت كوايت. لعلمك أنا ما حد يقدر يزعلني أو يطردني، أنا كل شيء أقبله إلا الإهانة. لعلمك أنا اللي زعلت عليها وعصبت عليها وطلعت منها. زين الباب مكفول ولا مبطل؟ ها؟ عيال قفلوا وراك.
انت ما تقولي ايش تبين فيني؟ ايش حق تجسسين علي؟ يا غانم انا ابيك تطالع حواليك، تعيش بالواقع. حديقة متروسة زهور وورد احلى من اللي قاعد تراكب وراه. ولا من شايف غير نوره؟ الحديقة اللي تقولين عنها ماني شايف فيها غير صبار وإثل، لا ظل ولا ريحة، ولعلمك تسبب الحساسية. صباح الخير. أهلا نجاة. عسى الشغل عاجبك في الشركة؟ الحمد لله تمام. عن إذنك أنا رايح أقابل المديرة. صباح الخير. صباح الخير. كل العملاء والمقاولين اللي يتعاملون مع الشركة يشتكون من التأخير باستلام البضاعة من المخازن. أنا تمنيت إن قبل لا تقولي هالكلام تروح المخازن بنفسك وتشوف كل شيء على الطبيعة وتكتب لي تقرير كامل وتعرف سبب التأخير. هذا اللي كنت ناوي أسويه، بس حبيت إنك تكونين بالصورة من بداية الموضوع. أنا ماني عارفة إذا العمل بيمشي بهالطريقة هذه، أنا لازم أكون ألف نورة علشان أقدر أمشي شغل بهالشركة. الله يهدى أبوي، كله منه، هو اللي عودهم لأنه يعتمد عليهم بكل شيء. تدري شلون؟ قم معاي نروح المخازن. تفضلي. مايد وحط عظم بملعومي، والأخ من ثاني يوم لصق رايح راد وياها، لكن هيب يصير خير يا أبو عبد الله. دوا 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 اينو فانيف الله يهداكم. انا مو مالت نفانيف، عيب النفانيف ما تثير انتباهي. انا مالت مجوهرات. الله يهداك نجات، عد مره واحده مجوهرات خليتيها. انا ما ادور الا على الغالي، ذهب الماس ياقوت. ما ادري ايش اللي خلاني اروح ذاك المعرض واشوف المجوهرات اللي تهبل. تصدقون اول ما رحت وتفرجت عليهم وعقب ما طلعت من المعرض حسيت بالحسرة وبضيقة الخلق، شيء يقصر العمر. ألو نعم. نعم؟ لا والله المديرة راحت المخازن، تأمر شيء أقول لها؟ نعم؟ حاضر، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. يلا مع السلامة. صدقيني يا نجاة، أبو المديرة انقلوا المستشفى؟ شيء مو جديد، صار لي سنتين وانا اسمع انه طايح مريض، ما خلى طبيب بالخارج وبالداخل ما راح له، وماكو فايده. الظاهر يا نجاة سالفه ابو عبد الله مو مهمه عندك. عشقة مجوهرات. انا فاهمه قصدكم عدل، بتقولون كابو عبد الله غني وعنده فلوس وعقارات ويقدر يشتري كل محل المجوهرات،
لكنه مريض وفلوسه سوت له، مو هذا قصدكم؟ بالضبط هذا اللي كنا نقصده. وعبد الله ومثاله ما عرفوا قيمة الفلوس ولا عرفوا شلون تمتعون فيها، كنزوها على قلوبهم ويابت لهم علة. أما أنا بالعكس بقطها بالقاع واصعد عليها فوق فوق فوق، ما أحطها على راسي وتنزلني تحت تحت. المهم طلبي لي نورة بالمخازن عشان نقول لها إن أبوها مريض. احنا هنا العلاج عندنا والرعايه اللي في مستشفياتنا ان ما كانتش احسن فهي لا تقل عن اي مستشفى في الخارج ومن كل النواحي، الا بقى اذا كان عندكم فلوس كتيره وعايزين ترموها ده موضوع تاني. لا ابدا يا دكتور، بس ما ادري كلامك ما خلى عندي امل. الامل في ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله. انا حاولت اوضح لك حالته بالظبط، وعلى كل حال احنا بنبذل كل جهدنا، بس المهم انا عايز محدش يعرضه لاي زعل او اي انفعال. شو الفوضى اللي صايره؟ شو الفوضى اللي قاعد اشوفه؟ شو الفوضى اللي صايره بالمخازن؟ ما تقول لي شو الفوضى؟ مايون يشوفون المخازن صاير فيها؟ اهلا استاذ غانم. انت ما تطلع مكتبك؟ ما تشوف الخراب اللي صاير بالمستودعات؟ اعصابك يا استاذ غانم اعصابك، انا ريال موظف جديد في هالمخازن، انا لما جيت كانت المخازن اردى من كذي الف مره، والفوضى اللي انت شايفها هذه من مخلفات الماضي، من مخلفات امين المستودع اللي قبلي، لا تقعد تهاوشني. اللي قبلك كان احسن منك. كان أحسن موظف بالشركة، على الأقل عارف شغله تمام ومنظم كل شيء. عجيب عيل كلام الناس عدل. شنو كلام الناس؟ لا يعني تدري الكلام وايد والإشاعات أكثر والناس ما تسكت، يقولون أنت اللي جايبه وأنت اللي معينه وكان أحد أتباعك المخلصين اللي ما يعصالك أمر بالمرة. وش سمعت بعد غير هذا؟ الحكي وايد. وأكيد كونت فكرة ممتازة عني. على كل حال الشيء هذا بحتفظ فيه لنفسي. ولكن إن شاء الله أنا بمشي المخازن بأمانة وشرف. طبعا حسب تعليمات الأستاذة نورة والأستاذ ماجد. ولا يمكن، نعم ولا يمكن أني أكون تابع حق أحد. متأكد وواثق من نفسك وايد. وايد يا أستاذ. هين. تمهل، لا تستعيل. إلى اللقاء. قريبا إن شاء الله. حمار شحال 95
السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا خاني. بغيت اسالك يا اخ ماجد، رحت حق ابو عبد الله بالمستشفى؟ اي نعم. وشلون الحين؟ ان شاء الله يكون احسن. الدكتور قايل حق نوره انه محتاج للراحه وعدم الانفعال والزعل. الله يشفيه ويساعده. الله يساعدنا كلنا. بس ما قلت لي انت ايش دراك ان الدكتور قايل هالكلام حق نوره؟ نوره بنفسها. يعني انا رحت معاها المستشفى، طلعنا من المخازن ورحت معاها. رحت معاها؟ اي نعم. فيها شيء؟ لا بالعكس ما فيها شيء، هذا امر طبيعي وعادي وكنا متوقعينه يا اخ ماجد. السلام. لو سمحت اخ ماجد، المديره طالبتك في البيت، ممكن تكلمها؟ حاضر. شكرا. شكرا. الو، صباح الخير اخت نوره. اي نعم. اي حاضر، على عمرك ان شاء الله. حاضر حاضر، مع السلامة. خير ان شاء الله. لا، في اوراق بمكتبها يا ابو توقيع، وفي مناقصات تبي تدرسهم باخذهم وياي. بتوديها لهم لها البيت ها؟ اي فيها شيء؟ لا ابدا ما فيها شيء، بالعكس امر عادي وطبيعي ومتوقعينه يا اخ ماجد. الظاهر انك متوقع كل شيء. من تتوقع انك تروح مكتبك وتشوف شغلك احسن لك؟ عن اذنك يا اخ غانم. ولما كان كتابكم المؤرخ بتاريخ 1/8/84 والموجه إلينا يحمل في طياته العديد من التساؤلات، ما لقيت إلا هذا يودي لها المناقصات البيت. بعدين يعني ليش مايد بالذات؟ يسرنا أن نجيب على تساؤلاتكم، ولا داعي للعصبية والإثارة في لهجتكم. فبالنسبة لموضوع التعامل بيننا، نعلمكم أننا أوقفناه من طرفنا نهائياً، لأننا وجدنا من هو أفضل منكم شكلاً وموضوعاً. أنت ما تقولي لي إيش تبين مني بالضبط، وممكن أعرف من المقصود بكلامك؟ غانم، يوز أحسن لك، ترى أنا مالي شغل، فاهم؟ كلمة مني للمديرة طيرك برا، أنت فاهم؟ يحق لك تهدديني، دام المديرة مرة كل شيء يصير بهالشركة، لكن أنا أراويكم، هين أراويكم كلكم. نعم، أي وصل التقرير، بس تبقى التوقيع من المديرة والنسختين ننسخهم وتدز التقرير. أوكي، يلا. نادية. نعم. عندك دليل؟ إيش دليل تبيه؟ أي دليل الله هداك؟ دليل أزياء، دليل تليفون. يقول دليل تليفون، قول لي شو اسم اللي تبيه ادور لك. يا ثقلتي انت شنادي، ايش عليك انت من اللي ابي؟ عندك دليل اعطيني، ما عندك قولي ما عندي. تفضل هذا الدليل. هاتي. فيصل 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 الو، مساء الخير. لو سمحتي فيصل موجود؟ قولي لصديق.
ألو فيصل؟ شكرا. بس كتاب البنك لا يتأخر، طرشونا اليوم. حاضر على أمرك. بعدين أبيك تروح المخازن وتشوف السوا، أبيك تتابع بنفسك تنظيمها وترتيبها مرة ثانية وتنفذ اللي قلت لك عليه. حاضر. التأخير بالتسليم نتيجة لسوء التخزين والتنظيم. فعلا، وهذا هو السبب الأساسي. لكن تطمني، أنا بتابع تنفيذ اقتراحاتك وبقدم لك تقريري بكل شيء. المهم ماكو داعي انك تزعجين نفسك وتفكرين بهالموضوع. الوالد بحاجة لك الحين، وخليك معاه وعسى الله يشفي ان شاء الله. زين انا ترخص بروح الشركة، تامرين شيء ثاني؟ شكرا، تفضل. يلا مع السلامة. مع السلامة. خلنا من كل هالمقدمات اللي ما لها داعي. ابي اعرف شنو علاقة ماجد بعمي ونوره بالضبط. الظاهر انها علاقة قديمة. عمك معتبر ماجد شنه ولده ويمكن اكثر، وحاط ثقته كلها فيه. طيب ونوره؟ لا لا، احني الموضوع فيه شوية احراج، وانت تدري انا ريال عندي مثل ومبادئ واخلاقي تمنعني. شلون؟ ايش حق مناديني وملزم تقابلني؟ اسمع غانم، لازم تقول عن كل شيء تعرفه وبالخصوص عن نورة. إذا أنت ملزم أنا ما عندي مانع. أنت تعرف نورة وقسوتها على الموظفين وعلى الناس كلهم إلا ماجد، الوحيد المسموح له يدخل مكتبها وقت ما يبي، الوحيد والناس والموظفين بالشركة كلهم يدرون اللي يروح بيتها ويأخذ لها الأوراق والملفات. وعمك طبعا نايم بالمستشفى ما يدري عن شيء، وحضرتك لا هي ولا تدري عن اي شيء. بس بس بس، ما بيسمع ولا شيء. فيصل، كل شيء بيضيع من ايدك، نوره والشركه والفلوس، ماجد بيحط ايده عليهم. اذا طبعا تميت ساكت، اسمعني، لا تنسى ان نوره بنت عمك وانت اولى بفلوس بنت عمك. فيصل، عمك نايم بالمستشفى، لازم تتصرف. واحد غيرك ما يخلي كل شيء محدود حق ماجد. انت اولى بفلوس عمك، انا لو بمكانك ما هد لاي شيء الا اذا كنت ما تقدر تنافسه، هذا شيء ثاني. اسمعني، لو انا منك ما هده واخلي له كل شيء بارد مبرده، لا، ادمره، احرقه، احرق كل واحد يوقف طريقي. شيء حلو، اسلوب حلو ومنظم. الصراحة التقرير كامل كل الشروط، بس انا ماني عارف يا اخت نجاة ليش عرضتي علي انا بالذات. غانم يقول انك الكل بالكل وبمكان المديرة. هذا غانم اللي يقول؟ ادري غانم يحب الغشمرة والضحك وايد. على كل حال ليش ما تعرضينا عليه؟ لأنه هو المسؤول المباشر. إي بس أنا حبيت أخذ رأيك أنت. بس أنا قلت لك رأيي. نعم، أي خدمة؟ أنت برا. من أنت وش تبي؟ آخر الزمن الغريب يسأل راعي المحل والدار إيش تبي؟ أنا فيصل. ما سمعت عنك. ما سمعت عني؟ زين الحين تسمع. لي طلب واحد بس، اذا لك شيء بهالمكتب هذا تاخذه وتطلع برا الحين، ولا بشيلك وبحطك بالسكه، فاهم؟ لا حد يطلب مني هالطلب غير وعبد الله او بنت نوره. وعبد الله عمي ونوره بنت عمي، وانا اكثر واحد حريص على مصلحتهم، ولازم انظف الشركه من امثالك. يلا عاد قوم مثل في برا. ما تقاعد للتحديد، هذا مكان علن. تفضل مع السلامة، روح راجع عمك وبنت عمك.
يعني من طالع بالطيب ها؟ ايش بتسوي يعني؟ الحين اوريك ايش بسوي. الدرس هذا يكفيك هذه مرة. مرة ثانية إذا دخلت الشركة ولقيتك هني لا تلوم إلا نفسك، هذا تحذير بس. عساه ما يربح إن شاء الله. إيه كان وديت المخفر سحبت هناك علشان يتأدب. يا بنت الحلال ما صار إلا الخير. هذا خير؟ هذيلي أشكالتي من وراهم خير؟ أنت لمتى بتم ساكت؟ اللي سكتني شيء واحد، كون فيصل ولد أخو أبو عبد الله، الريال اللي أكرمني وساعدني ووقف معاي. شي زينك انت تحفظ الجميل، بس مو لدرجة انك تسكت على الإهانة. لا يا ماجد، ليش ما قلت حق نورة؟ ليش ما قلت على حق ابو عبد الله على كل اللي صار؟ لا مستحيل، ابو عبد الله ريال مريض ونايم بالمستشفى، واي انفعال في خطورة على حياته، وبعدين نورة اللي فيها كافيها، انا اقدر اتحمل واصبر واحل المشكلة بنفسي. انا ادري اني قاعدة اتحكى معاك وما في فايدة، طبعك مثل ما هو ما يتغير، وطول عمرك تعتبر الجميل والمعروف دين برقبتك ولازم تسدده. خلينا من كل هالسوالف الحين، انا اقترح اني تين معاي المغرب نزور نورة. اولا تتعرفين عليها، وثانيا نورة بحاجة لليوقف معاها الحين. انزين ان شاء الله نروح لها المغرب. أنا بروح المستشفى عند الوالد، زين؟ ماني متأخرة، إذا حس سأل عني قولي بتي بعد شوي. إن شاء الله. الباب روح شوف منه. إن شاء الله. أنت؟ شو اللي جايبك؟ يلا برا، برا! أنا أعتذر عقب ما حسيت بالغلطة اللي أنا سويتها. أنت آخر واحد بالدنيا يحس. أنت ممكن تكرر غلطتك مع كل الناس بدون إحساس. ظاهر إنه يا وقال لك. من هو؟ لا لا ماكو أحد. نورة، أنا أكلمك بصفتي ولد عمك وتهمني مصلحتك. شوف عاد، أنت تقدر تخدع كل الناس إلا أنا. وبعدين من قال لك إني أنا محتاجة لك؟ لا تفتكر اني حرمه محتاجه الريال يوقف معاي ويشوف مصالحي. لا يا عيوني انا قدك وماكو فرق بيني وبينك، وبعدين ما حد اعطاك الحق انك تفرض وصايتك علي. انا ماني جاي افرض وصايتي عليك، انا اقول لك انكم سلمتوا الشركه حق واحد نصاب دجال. ماجد هذا انسان سافل، انا اعرف ماضيه عدل. الحين عرفت شو اللي يابك. شوف عاد، اذا عندك احساس ودم ما تدخل هالبيت مره ثانيه. يلا برا برا. تطرديني برا ها؟ بسيطة، أوريك، أوريكم كلكم. لا، وعندك جرأة تدش بيت عمي وبهالعزة بعد؟ أنت ما تقول شي بك هني؟ فيصل، ترى كلمة ثانية وتشوف شي ما يرضيك. يلا مع السلامة. أنا آسفة، مع السلامة. يلا. أنا ناطرك برا، إذا أنت ريال تطلع لي برا وأوريك شو أسوي فيك. أنا آسفة يا جماعة، ما يخالف، فيصل مينون مرات يخربط ما يعرف شو يقول. ولا يهمك ولا يهمك، ما حصل للخير. أختي ليلى. أهلا وسهلا. يا هلا مرحبا. يا هلا. إحنا سمعنا من السايق إنك بتروحين تزورين الوالد، ممكن نروح وياك؟ إي أهلا وسهلا، بس خلينا نضيف ليلى أول. لا عادي ما يخالف، خليها مرة ثانية إن شاء الله. خلينا نزور الوالد. طيب تفضل. تفضل. شكرا. تفضل. برا برا، اطلع اطلع، ما ابي اشوف رقعت وجهك. اطلع برا، لازم تعرف كل شيء قبل لا اطلع. ماجد 24 ساعه عندك بالبيت، رايح مات. الناس بيقولون، الايران بيقولون. اسكت اسكت اسكت. تبيني اسكت مثل ما انت ساكت؟ لا، انا مستعد اسوي اللي ما حد سواه اذا ما طردت ماجد من الشركه ومن حياتكم كلها. انت راقد هني بالمستشفى وتاركها تتصرف كلها ريال. اذا منت قادر توقف عند حدها، انا بوقف عند حدها وبكسر رقبتها.